أجل نرحب بضيفتي الدكتورة أسماء المغراوي، أخصائية في الطب الباطني. صباح الخير لأسماء. صباح النور حليمة. صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على الدعوة. مرحبا، دائما كنكون سعيدة باستضافتك دكتورة أسماء المغراوي. شكرا، شعور متبادل. الله يحفظك. اليوم غادي نتكلموا على مرض الذئبة دكتورة أسماء. ربما بزاف منا ما نعرفوا شنو هو هذا المرض. نعم، هو مرض ما معروفش بزاف، رغم أنه مرض موجود ومرض شائع بعض الأحيان. نعم، ماشي كاع شائع، هو من الأمراض اللي شيئا ما نادرة، ولكن شائع في هذوك النادرة. نعم، أنا براسي غنتعرف على المرض معك دكتورة أسماء، لأن هذه أول مرة حقيقة كان نتكلموا على هذا الموضوع، وماذا بينا أننا نعرفوا يعني التعريف ديال المرض والأسباب والأعراض اللي كتبان. مرحبا. طبعا هذا مرض الذئبة معروف أيضا بمرض بليتوس بالفرنسية، هو واحد المرض مناعاتي، لأنه كيقيت لنا الجهاز المناعاتي. والأمراض المناعاتية هي نوعين، كاين الأمراض المناعاتية اللي كيقيس عضو واحد، وكاين الأمراض المناعاتية اللي كيقيسوا مجموعة من الأعضاء. ألوغ هو من بين الأمراض اللي كيقيسوا مجموعة من الأعضاء، يعني كيقدر يقيس الأعضاء الجسم كامل، وهذا الشيء كيشكل الخطورة ديالو. نعم. واخا هو في المرض فين كيتموضع دكتورة؟ يعني واش هو مرض جلدي، مرض هو مرض ديال الجسم كامل، يعني ما عندوش واحد العضو واحد اللي مخصص به. نعم. هذه الامراض المناعاتيه هي الحاجه اللي كتفرزهم على الامراض الاخرى اللي هي عضويه، هي انه ما كيقيسوش غير عضو واحد. وهذا علاش بزاف الحالات الامراض هادو ما كيتشخصوش بطريقه سريعه، يعني كيبقاو مده وعاد كيتشخص. نعم. فهذه الامراض المناعاتيه كما قلتي دكتوره يعني يصعب تشخيصها، خصوصا ملي كتكون الاعراض ربما متشابهه او بعض الاعراض اللي ما كينتبهش ليها الانسان ربما. فما هي الاعراض ديال الذئبه؟ نعم، اولا الحاجه اللي خصنا نعرفوا هو انه واحد المرض اللي كيقيد الاكثريه المراه الشابه. يعني المراه ما بين السن ما بين 20 حتى 40 سنه. إذا كان فيها هذه مجموعة الأعراض اللي غنتكلموا عليهم. نعم. ضروري تستفسر الطبيب. هي كيقدر يقيس حتى الرجل ولكن بطريقة أقل. يعني النساء هن أكثر عرضة. هن أكثر. نعم. النساء هن أكثر عرضة وأكثرية المرأة الشابة. نعم. والأعراض اللي كاينين وهي كثيرة، وهذا المرض كيقدر يقيس الجلد. كيعطينا احمرار في الوجه، وما يسمى بالماسك لوبيك، ومنين جاية التسمية ديال لوبيك؟ حيت لوبيك بحال لولو، الوجه بحال قلتي كتكون واحد الماسك في الوجه، واحد الحميرة كثير في الوجنتين وفي الأنف. نعم. كيعطي واحد الماسك في الوجه، بالإضافة إلى تساقط الشعر، يقدر يؤدي إلى صلع. يعني تساقط شعر اللي هو كثير، ماشي شي تساقط اللي خفيف، يعني تساقط كثير اللي يقدر يعطي كاع الطلع. بعض الاحيان كيكونوا اعراض اخرى جلد بحال احمرار في الاصابع، او بروده شديده في الاصابع، او تغير اللون ديال الاصابع. بالاضافه الى الجلد كاينين اعراض في المفاصل، هادو الاعراض اللي خصنا نردو منهم البال. هذا الالم في المفاصل ما كيكونش عنده علاقة بمجهود عضلي. نعم. يعني السيدة أو السيد اللي عنده هذه الأعراض كيفيق بالمفاصل ديالو، كيحرقوه من الصباح، مازال ما دار حتى شي مجهود، مازال يلا فايق الصباح، يعني ما كاينش شي سبب علاش غادي يضروا هذوك المفاصل، ما طاح عليهم ما والو، وكيبدا ذاك الألم. يعني تيكون عنده حرق. نعم. ها. يعني بدون سبب مباشر اللي هو ظاهر. دونك عندنا الجلد، عندنا المفاصل، عندنا في بعض الاحيان كيقدر الدم حتى هو كيكون فقر الدم، كيكون نقص الكريات البيض، نقص الصفائح اللي كيقدر يعطي نزيف. نعم.
كاين اعراض اخرين اللي هما اكثر خطوره من الاعراض هادو واللي هما اللي كنخافوا منهم بزاف اللي هو الكليتين. نعم. الوغ الكليتين باش كيكونوا مقيوسين يقدروا في بعض الحالات يعطيو انتفاخ في الرجلين، يعني الرجلين كينخفوا بواحد الشكل كثير وبحال كيكونوا عامرين بالماء، كيكونوا مشكلين بحال المشكل ديال الاحتباس المائي. نعم نعم بحال المشكل ديال الاحتباس المائي، حيت هذوك الكليتين بحال ما كيبقاوش كيصفيو مزيان الماء وهذاك الماء كله كيهبط للرجلين. نعم. دونك الكليتين، بعض الاحيان حتى القلب كيقدر يكون مقيوس وكيعطي مجموعه من الاعراض. يعني الحاجه اللي نقول لك هو انه الاعراض كثيره كثيره وتقدر تكون خطيره ومطبيعه الحال كيف ما قلتي ممكن يكون او ينتج عليها مضاعفات كثيره. ف يعني هاد الاعراض اللي ذكرتي منها دكتوره اسماء مغراوي، يعني اعراض اللي ممكن ما نشكوش بان راه كاينه واحد الحاله مرضيه سميتها الذئبه، يعني حيت هي اعراض اللي هي شائعه ممكن تكون عندها علاقه مع امراض اخرى. فهنا تيخص التشخيص، يعني خاص التشخيص، الانسان الا بانت فيه شي حاجه خصو يمشي دائما يعني يشخص، يمشي عند طبيب عام يعني في بدايه، لان ملي كنقولوا مثلا الذئبه ما كنعرفوش فين نمشيو يعني بالضبط، مثلا واش نمشيو عند دكتور في الطب الباطني او نمشيو عند طبيب في الطب العام. ف شنو تنصحي الناس؟ الوغ كاين جوج حالات. بالنسبه لواحد اللي باغي استشاره طبيه بانوا فيه اعراض، يقدر اما يمشي طبعا عند الطب العام، يعني الطب العام عنده مكانه ديالو مهمه جدا. اولا يمشي عند الطب الباطني، يعني حتى هي امكانيه. نعم. اما بالنسبه لواحد اللي عارف راسو انه عنده مرض الذئبه، يعني التشخيص كاين، فهذا المتابعه راه كيديرها طبيب اختصاصي في الطب الباطني. في الطب الباطني. نعم. حيت كاين بعض الامراض فعلا دكتوره اسماء ما كنعرفوش فين نتوجهوا. نعم. ربما تيكون حتى بعض المشاكل على مستوى المعده والامعاء الى غير ذلك، يعني تيكون ربما حتى الم على مستوى البطن. يقدر طبعا يقدر يكون الم في البطن، هذو اعراض اللي هما اقل يعني مواندغ فريكونس، ماشي شائعه بحال الاعراض الاولين اللي تكلمنا عليهم. ولكن كما قلت لك استاذه حليمه في الاول، هو واحد المرض اللي كيقدر يقيس اي عضو، هذه هي الفكره اللي خصها تكون عندنا في البال ديالنا. يعني كيقدر يقيس الامعاء، كيقدر يقيس الكبده، كيقدر يقيس القلب، كيقدر يقيس الرئتين، الجلد، المفاصل، الكليتين. حنا كنخافوا بزاف من الكليتين، حيت الكليتين كاين خطر ديال التصفية الدمية، ديال الفشل الكلوي. هذا هو الخطر. يعني إلا كانوا الكليتين مقيوسين وتعطلنا أننا نديروا التشخيص، الله يحفظ، كتقدر زعما يبان فشل كلوي، بدا فشل كلوي وراك عارفة مع الفشل الكلوي شنو كنخافوا من تصفية الدم. دونك هادو اللي كنخافو منهم بزاف. وطبعا القلب، الدم الا كان صفائح ناقصين كيقدر يعطي نزيف داخلي ولا نزيف خارجي. نعم. يعني هادو حالات خطيره اللي زعما واحد يرد منهم، خاص يرد البال. نعم. العوامل او الاسباب دكتوره، يعني من غير طبيعه الحال العوامل الوراثيه، مثلا اذا كان الاب او الام او شخص من العائله مصاب بالذئبه، شنو هي العوامل الاخرى اللي ممكن تاثر؟ هو مرض ما عندوش اسباب مباشره، باركونت كاينين عوامل مساهمه في هذا المرض. تكلمتي عن الوراثه، نعم الوراثه عندها واحد الدور. الواحد ما يقدرش نعرفوا ان الا كانت الام ديالو والاب ديالو مصابره، يعني انه هو غادي يكون مصاب، ولا ما كايناش هاد هاد الريلاسيون. ولكن تيكون يعني ان بو بلوس دو شونس ولا دو مال شونس انه يجي هذا المرض. كاين بعض الادويه اللي حتى هي كتقدر تثبت لنا في هذا المرض. بحالاش؟ ادويه اللي خاصه، ادويه خاصه ديال بعض الامراض. نعم. ادويه شائعه. والتجاره عندها حتى هي واحد الدور. التدخين. التدخين نعم. اشعه الشمس حتى
هما عندهم واحد التطور. أكثرية اللي مريض بهذا المرض يحاول يسمع راسه من أشعة الشمس. أشعة الشمس كتزيد بحال كتهيج هذا المرض. نعم نعم. وقال كذلك توتر الضغط النفسي تاعو. نعم توتر والضغط طبعا توتر ولا عنده دور في جميع 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 الأمراض. نعم نعم نعم. فالعلاج ضروري ما نشوفوه معك العلاج دكتورة أسماء المغراوي، يعني واش هذه حالة اللي كتاخذ وقت باش تعالج، واش كتعالج أو لا هي حالة مزمنة كتبقى مستمرة مع الإنسان؟ هو هو مرض التئبة مرض مزمن، يعني ماشي مرض اللي غادي نلقاو ليه علاج وغادي يبقى. هذا كثير حاجة اللي مالوغوزمون ما عندوش زعما علاج جذري. باغ كونطخ كاين مجموعة الحمد لله ديال الأدوية اللي هي متوفرة واللي كتخلي المريض يعيش حياته طبيعية في أغلب الأحيان. يعني في أغلب الأحيان المرض ما يعني هذوك لي كال اللي هما غراف هما خطيرين هما قلال. نعم الأكثرية يعني الواحد إلى تم التشخيص ديالو بطريقة بريئة يعني المريض كيقدر يعيش حياته طبيعية. التشخيص الدار التشخيص كيعاونونا فيه الأطباء المختصين في البيولوجي البيولوجيست، يعني ضروري كديرو تحاليل تحاليل ديال الدم باش كنأكدوا هذا المرض. كاينين تحاليل اللي هما خاصه ديال هذا المرض كنطيبوا عليهم ولقيناهم يعني كيف التاكيد ديال هذا المرض. وثم كندوزوا لمرحله العلاج اللي هي على حسب الحاله ديال المريض. نعم كاين بعض الادويه اللي دائما كنعطيوهم وكاين بعض الادويه اللي على حسب توقفها على حسب الحاله. نعم. فإذن كنتمنى الصحة والعافية للجميع، ومزيان أننا نخصو كذلك وقيت وحصة لبعض الأمراض كيف ما قلنا اللي هما ربما ما عندناش فكرة واضحة عليهم، خصوصا يعني بعض الأمراض اللي ما كنسمعوش عليها بزاف حتى في وسائل الإعلام يعني صراحة. فكنشكرك على اختيارك لهذا الموضوع دكتورة أسماء المغراوي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. وأكيد غدا 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 بحول الله لنا لقاء معك على نفس التوقيت.